لکوبانی امنیت حالات کرونا زیاده بیه و این ملت تجمع چیت که اینترنت تعزیانه این حفلو چیت کنه ملت یعنی التزام نبنا فی ملتی را کمامون و همون ملت دبی یعنی دبی جه واجه خواهند ملتی کوبانی نه کمامو دگرید نه واجه کرونا هی کرونا زیاده بیه کوبانی برای واجه خواهند برای نرنا حفلو نرنا تعزیا برای هف کم نبن والله روی صد زبون تیبا من صد صدی پینجا زبون تیبا من جسدی یک دده کماما یا کرنه که یا نکرنه که و هم خوازن ملت متش که التزام بکه بینا گوتی کماماتی که وقعش ماره للأسف الأهالي بالفترة الأخيرة ما عاد يلتزموا بالوسائل الوقاية الشخصية والوسائل البروتوكول الوقائي لكورونا، وهذا بيعود لشيء أساسي وهو الوعي، لأنه نحن بنعرف المرض بشكل أساسي بلش من الصين لأمريكا للدول الأوروبية وبالأخير انتقل لعنا لدول الشرق الأوسط. حاليا ما عندنا أي إصابات مؤكدة بكورونا بالنسبة للأطفال، لكن في شكوك أنه الأعراض تكون متماثلة مع الجريب أو إنفلونزا. لهذا السبب الأعراض ما بتكون قوية جدا وما بيطلب منا أنه نبعث البي سي آر بالنسبة للأطفال لقمش لحتى نتأكد. بشكل عام حالات أنا بعتبر شخصيا أنه عدد الإصابات 120 ممكن نضرب هذا العدد بعشرة أنه يكون فوق 1000 شخص مصاب بكوباني، لكن أكترية الحالات بتتعالج في البيت والباقي ما بيراجعوا المراكز الصحية لحتى ما يتم عملية سحب البي سي آر وما يعلن عن إصابتهم. طبعا نحن حاليا لسه مالنا بذروة الإصابة بالمرض. الأيام الجاية الأسابيع القادمة بعد 3-4 أسابيع الإصابات رح تزداد ورح تتطلب رعاية أكبر، وحالات الإصابة اللي حالتهم بتكون شديدة جدا رح تزداد بكميات هائلة جدا. لهذا السبب نحن بننصح الأهالي أنهم يتقيدوا بوسائل الوقاية الشخصية وهي الابتعاد عن التجمعات، عدم نحن بنسميه إجراء الأشياء التقليدية اللي نحن بنسميها اللي هي التعزية، الحفلات، التجمعات في المقاهي، لأنه هذا بسبب زيادة في انتشار المرض. ثانيا الحفاظ على الوقاية الشخصية اللي هي أدوات التعقيم، وسائل التعقيم، الكمامات، الكفوف اللي هي نحن دائما بنحكيها على وسائل الإعلام، ويحاولوا بقدر الإمكان يراجعونا ببداية المرض، يعني بمجرد طلعت الأعراض الأساسية للمرض يراجعونا ويقدموا بقدر يعني يتمكنوا بقدر الإمكان أنه يراجعوا المراكز المتخصصة ليأخذوا الدواء ويتم متابعتهم من قبل الأخصائي.